هون بسور تحديدا يعني، وعلى الشاطئ الجنوبي هون بسور طبعا اكبر شط بالشرق الاوسط بعد هون. وهون مسبح زي ما شايفين لكل العالم، فالبلدية هون بتعطي استثمار لأربعة أشهر للخيام لحتى العالم تيجي تقعد وترتاح. وشط هيدا شعبي لكل العالم، مين بده فيه يجي حتى لو ما بده يقعد بالخيمة، يعني في يسبح وكل شيء. هالبلدية عاملة شط شعبي هونيك، اللي ما بده يقعد هون في يحط أغراض وطاولات وكراسي، وشط شعبي قدام، حتى عاملة ملعب لهواة كرة القدم. نفس الوقت حاطي 15 منقذ يعني حرصا على السلامة العامة للمواطنين من الغرق. شط شعبي هون، هاي العالم كلها بتجي، يعني الفقير بيجي لهون والغني بيجي لهون. أجواء كتير 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 منيحة، أجواء كتير كتير منيحة. كل سنة بيجي لهون رواق يعني 100%. هلا سور يمكن كنا عايشين قريبة علينا نحن شوي، نحن نبطيين وفيش كم كيلو بس، وانه هيك نقعد شوي نغير جو ننبسط شوي نشرب كاس.